خلينا نروح حاليا للخط الهاتفي وأديب نقاش المهندس المعماري ومخطط المدن لنحكي كمان عن البناء التحتية. صباح الخير أستاذ أديب. صباح الخير إلى كل المستمعين والمشاهدين. يسعد صباحك. يعني قبل قليل مع أستاذ طارق بصول حكينا عن أنه منسوب المياه يمكن هو بيضلوا ذاته أو كمية الأمطار اللي بتنزل هي ذاته، ولكن التقسيم هو اللي بيختلف وهو اللي بيسبب في كتير محلات أضرار. من هاي الأضرار ممكن تطال أو تستهدف البنى التحتية، يعني بيوتنا الخاصة، يعني الأماكن والممتلكات العامة كذلك الأمر. هاتا نبدأ مع رصد، لهل البنى التحتية الخاصة والعامة أيضا جاهزة لاستقبال أي هات نقول تطرف في كل موضوع الأمطار وهطول الأمطار؟ قبل ما أفوت في السؤال المحدد اللي سألتني إياه، حبيت أشدد أنه في علاقة طردية واضحة جدا بين أعمال التطوير لكل أنواعها وبين موضوع تصريف المياه، نعم، مياه الأمطار. يعني كل ما إحنا نيجي على منطقة جديدة مثل التلي أو سهل إلى آخره، نعمل فيه عملية تطوير، إنما نبني حي سكني أو نبني مدينة أو نبني شارع أو نبني أي عملية تطويرية، هذا الموضوع له علاقة على موضوع ما موضوع تصريف المياه. يعني أول شيء، يعني الشغلة هي بسيطة. كان أول شيء عندنا إحنا أرض تراب اللي كانت هي عمليا ذات إمكانية أو طاقة أنه تستوعب المي وتمص المي وتنزلها على الأرض. نعم. وبين أن نعمل عملية تطوير، إحنا نعمل زفتي، نعمل رصف في البلاط أو بناء أبنية. العملية بدي صغر، هذا العملية التطوير بدي تصغر مساحة الأرض اللي فيها تراب، وعمليا عملية الامتصاص اللي في التربة بدها تقل مع وجود نفرض فرضية أنه كمية المي هي ثابتة. طبعا هي متحركة كل سنة، بس نفس المية ده تنزل في كل محل في كل سنة. إنما لما نعمل عملية التطوير هاي بقل الامتصاص، فعمليا بده يكون هذا الاشي يأثر على المي اللي بدها تروح على الوديان وعلى على المسارات اللي تروح فيها المي اللي منها تروح لل هذا حول للبحر العلاقة أو للبحر الطردية مع الأبيض. كل، يعني بين كل موضوع التطوير من ناحية وموسم الأمطار وهطول الأمطار بشكل عام في البلاد. نعم. ماذا عن البنى التحتية اللي هي موجودة في بلداتنا العربية بالتحديد؟ بلداتنا العربية هي مش بلدات اللي احنا اليوم بنخططها إسا وهذا الوقت على المعايير الهندسية الحديثة اللي بتأخذ بنظر الاعتبار كل شيء، كمان موضوع التصريف الأمطار اللي هو موضوع المقابل اليوم. مواضيع البنى التحتية في لها عدة أشكال، يعني كمان واحدة من الأشكال هي قضية تصريف المياه. لما احنا بنيجي على قرية أو مدينة تاريخية كانت هي بلد هاي قبل 100 سنة، على الشيء كانت بشكل يختلف، كان حجمها يختلف، كان حجم التطوير فيها يختلف، الأمور تختلف. عمليا كمان أنه في كتير عندنا بين القرى والمدن العربية القديمة مبنية بمسارات وديان، محلات منخفضة مش على التلال اللي ما فيها مشكلة تصريف مياه المطر. فعمليا وجود الطبيعة التاريخية لبلادنا العربية بتعطي لها يعني نقطة انطلاق اللي هي مش كويسة من الناحية هاي. ضيف على الموضوع هذا قضية الأراضي الخاصة اللي بالوديان، الأراضي الخاصة اللي أصحابها بدهم يبنوا فيها وبنوا فيها مع الوقت. فعمليا احنا بنشوف انه مع الوقت كتير أراضي على الشكل اللي هي موجودة في مسارات الوديان أو مسارات منخفضة اللي المي إذا تنزل فيها اليوم تنزل في أراضي خاصة. كتير بلاد عربية كنت أزورها في الشتاء كنت أشوف بين البيوت، غاد لما شفت البيت موجود في مسار وادي، فعمليا المي تعرفش انه هاي ارض خاصه او ارض عامه، المي بدها تنزل وبدها تروح في المنحدر عشان تطلع من المكان. فعمليا بيكون في البيوت اللي موجوده في هاي المسارات هي بيوت اللي تعال نسميها ما فيش فيها جاهزيه. ليش فيش فيها جاهزيه؟ لانه هون في اشكاليه وفي تركيبه معقده، كمان قضيه ملكيه الاراضي بتفوت في نظر الاعتبار، انه اللي بيبني فحت في بيته في ارضه هاي ارضه اللي موجوده هون، فاذا هو مسبقا فات على منطقة
اللي فيها يعني معروف انه يكون في مشاكل من ناحية تصريف المياه. نعم، سؤالي الأخير لك أستاذ أديب، يعني في هذا الصدد بالتحديد، المشكلة هل هي في القوانين أو المعايير الضابطة لكل موضوع البنى التحتية، وهات نحط إسا موضوع الملكية والتراخيص على جنب، قوانين ضابطة لمعايير المباني الخاصة والعامة، أو إنه فيش تخطيط مستقبلي أصلاً لكل شكل البنى التحتية في قرانا ومدننا العربية؟ هون في عنا موضوعين او مسارين. في المسار بسموه تخطيط الحيز، تخطيط الاراضي، تخطيط المدن، نعم، خرائط الهيكليه والتفصيليه، وفي عنا المعايير الهندسيه. نعم، الوضع المثالي انه يكون في جمع نعم كامل وكافي بين المعايير الهندسيه ودمجها والعمل في مسار التخطيط على اساس المعايير الهندسيه هاي، أيه. يعني اخذ بنظر الاعتبار. يعني ايش بدي اقول انا هون؟ انه ارض لما تتخطط في موجوده في مسار وادي، نعم، لازم الارض هي تعد لمنطقه خضراء، ما تكونش معده لمنطقه للبناء. أكيد. لانه كان انا بدي اعد هاي المنطقه واكون انا ساير كمخطط، اساير صاحب الارض اللي بده، يعني اللي موجودين في مسار الوادي، انا سيرتهم انه هن استغلوا ارضهم وكذا، بس في نفس الوقت انا حطيتهم في مشكله كمخطط أنه هن موجودين في مسار وادي، وكأنه أنا ما عرفت شو بدي يصير. نعم. في سنوات سابقة على مدى طويل من تاريخ التخطيط المدن في القرى والحيز العربي، ما كان في أخذ بنظر الاعتبار بشكل جدي، تعال نسميه، لموضوع البنى التحتية هاي. كان أكثر عملية أنه نحافظ على الملكيات، أنه كل واحد يحافظ على ملكه، على أساس أنه كل إنسان يظل في أرضه وعلى الأرض اللي ورثها اللي يقدر يعمل أكيد، فيها ولا شك أنه يمكن هاي القضية أستاذ أديب معقدة أكثر، نظرا لأنه ما فيش خوارط هيكلية بكثير من المحلات، فناس بتضطر تبني في محلات اللي مش مخصصة أو مش معدة حتى لا يكون فيها بيوت، أو مثل ما أنت قلت معدة يمكن لتكون مناطق خضراء أكثر. شكرا جزيلا المهندس المعماري ومخطط المدن أديب نقاش، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.